ما ينفعش، لازم نتقل نتريس بالظبط، حتى خلي شكلنا كويس قدام الناس. النهارده اللعيب انا بعتب على ان اللعيب لازم يكون واخد عارف دوره. انا النهارده لعيب كوره ليا دور، انا بلعب في الماتش، خلاص في الماتش قاعد دكه مركز هنزل امتى، قاعد بره السكور خالص قاعد عامل كده، ليش علاقه بفار ولا علاقه بحكم رابع؟ لازم كل واحد يأدي دوره. دي اصلا اساس المشكله، ان انت لو قاعد في مكانك ما عندكش مشكله، انت متعود على اسماعك ان ممكن الجمهور يشتمك سوري يعني طول الماتش عادي، وانت ممكن تبقى جايب اجوال. لازم يكون عندك اتزان نفسي، لازم لازم لازم. رايك ايه في حته اللعيبه جيلكم غير الاجيال دي تماما؟ المشكله ان حتى بيحصل هنا، يعني تبص تلاقي الحكم واقف في الملعب، حكم الساحه اللي بيدير المباراه، تبص تلاقيه بيسمع في الفار، تبص تلاقي مليون لعيب في بقه عمال عايز يسمع ايه اللي يا عم ما هو شوفه هتاخده والقرار هتعرفه، هتعرفه مليون في المية هتعرفه، مش هتأثر عليه. ايه الفكره ان انت رايح وراه الحكم رايح للفار، تبص تلاقي لعيبه من فوق بتبص واللعيب ويقول له لا مش اوف سايد، لا ده اوف سايد، لا ده جون، لا مش ضربه جزاء، ليه ده كله؟ ما هو لا هو لو عنده القرار هيحكم بيه خلاص، ومعاه لجنه كمان موجوده جوه في حكام على الفار جوه، فبرضه هياخد القرار جماعي ما بينهم، انت مش هتاثر على القرار. صح. بس الفكره يا دكتور احنا خدنا هنا في الملاعب المصريه ان طول ما الحكم واقف عند الفار الفيديو او بيسمع في الايربيس عنده في السماعه، تبص تلاقيه مليون واحد خدنا على كده. هناك برضو نفس الكلام، لا في طقوس وفي قواعد وفي اسس لازم نمشي عليها. اللعيب زي ما حضرتك ذكرت يا دكتور، اللعيب اللي بالملعب ركز في الملعب، طب انت قاعد على البنش اللي طلعك فوق بالظبط. وبعدين بتلاقي بقى مثلا ايه مدرب بيوجه او المدير الفني المساعد ليه، ممكن تلاقي 3-4 لعيبه قدام بيوجهوا واقفين على الخط، انت طب هو اللعيب يسمع؟ ما هو احنا عندنا للاسف محتاجين نقطه نظام. صح.